صباح الخير يا حلوين، كيفكم؟ شو اخباركم؟ اشتقت لكم كتير 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 يا حلوين. برا الجو كتير بارد وكتير في هوا، ما حدا يطلع برا، كتير في هوا. اوكي لا تمرضوا يا عمري، ضلوا في البيت قاعدين جنب الدفاية ودفيانين يا حلوين. اليوم هو اول ايام الاسبوع، يوم الاحد 27/12/2020. على ساعة الايام زمان ما شفناها، خلينا نضع عقرب الساعة على يوم الأحد أول أيام الأسبوع. أمس كان السبت، ها هو العقرب يقف عند يوم السبت، واليوم هو الأحد. اليوم الذي يلي يوم السبت هو يوم الأحد. أوكي يا حلوين، كتير حلو هذا اليوم. واليوم عندنا حصة لغة عربية وحرف جديد، كتير حلو وحرف جديد. هذا الحرف هو حرف ال، ما راح أقول لكم، خلينا نسمع القصة أول بعدين بحكي لكم. يلا يا حلوين. وجبة الفطور. أعدت زينب وجبة الفطور لها ولأخيها زيد، ودعته إلى تناول فطوره. فقال لها زيد: ماذا أعددت يا زينب لوجبة الفطور؟ قالت زينب: زعتر وزيتا وزيتونا وخبزا. فقال لها: وأين الشاي يا زينب؟ فقالت له: إنه هنا في هذا الإبريق يا زيد. فقال لها: أتعرفين يا زينب أن وجبة الفطور تنشط الذهن؟ والطفل الذي يتناول فطوره أذكى من الطفل الذي لا يفطر صباحا؟ قالت زينب: من قال لك ذلك يا زيد؟ معلمتنا زاهية في درس العلوم. يا سلام، شفتوا يا حلوين القصة؟ هاي هي قصتنا لليوم، قصة وجبة الفطور. ومر معنا في القصة زينب اسم الفتاة، زيد اسم أخوها، زينب زيد كمان حكى لها: شو عملتي لي على وجبة الفطور يا زينب؟ قالت له: عملت لك زيت وزعتر وكمان خبز. زيت زعتر خبز. وحكى لها زيد انه معلمتهم زاهية شو قالت لهم؟ انه اللي بتناول وجبة الفطور يا حلوين شو بيصير فيه؟ بتنشط الذهن وبيضلوا قوي وبتزيد الدورة الدموية عنا، يعني بنضل هيك نشطين نشطين يا كيجيون. يعني وجبة الفطور كتير مهمة. شو حكينا احنا؟ ركزنا على حرف هيك بيضلوا يزن 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 يزن. شو هو؟ هيك بعمل زي الدبان، عرفتوا؟ حرفنا هو اسمه زاي صوته إز، اسمه زاي صوته إز. هاي الحرف اللي عم بزن إز، شفتوا كيف بزن؟ إذن اسمه زاي صوته إز، اسمه زاي صوته إز. يا مس إحنا بهمنا صوته، مش تحكوا ز أو ب أو ت، لا ساكن إز إب إت هيك يا مس ز. إذن هذا الحرف الزنان إز. إذن حرفنا اليوم هو إز يا كيجي. حرف جميل، بس إيش بضل؟ إزن 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 وز. يا حلوين، مين يعطيني أو أنا أروح أبعت أفرجيكم صور وإنتوا تحكوا لي شو هاي الصورة؟ أوكي يلا. جنى حبيب قلبي، ماذا يوجد بهذه الصورة؟ أحسنتي، زرافة زرافة رائعة، زرافة إز، والإز أخت الإر، يعني شوفوا يا حلوين. ها شلت النقطة، شو صار عندي؟ حرفين إر أحمر وأسود، الإز أخت الإر، بس إيش الفرق بينهم؟
الار ما عليها نقطه بس بتحب تتسحسل. الاز بتضل الزن الزن الزن، حرف الار راح يعملها بوب، حط لها نقطه فوق راسها صارت از زرافه. احسنتي يا جنى. كلمه اخرى يا باسل، انظر جيدا يا باسل، يلا ها انظروا جيدا. احسنت يا باسل. خبز خبز خبز، وها هو حرف الاز اخر الكلمه، از فوق نقطه، نفس الشيء اول الكلمه واخر الكلمه نفس الشكل ما بيتغير. خبز زرافه. از الحرف الزنان، از. تابع امس، من يقول لي ما هذا الحرف؟ ما هذه الصورة؟ اعتذر، جوري جوري جوري، ماذا ترين في هذه الصورة؟ زيتون، رائع يا جوري، زيتون، وهو حرف الإز أول الكلمة، وهو الزيتون، أسود وأخضر، زيتون، رائع يا جوري. صورة أخرى يا قصي، انظر جيدا، بعرف كلكم عرفتوها، رائع يا قصي. موز موز آخر الكلمة، وهو الموز، إز آخر الكلمة. يا سلام. صورة أخرى يا روز، شوفوا روز روز، رائعة روز، فيها حرف الإز، راح أحط كمان روز هون لأن فيها حرف الإز، راح أخليها حرف عنا. خليكي قاعدة هون يا روز، أوكي، لأنها هي إيش روز، خليها من ضمن الكلمات اللي إحنا عم ناخدها، أوكي. بكر انظر، ما هذه الصورة؟ أحسنت، ماعز ماعز، وآخر الكلمة يجلس حرف الإز، ماعز، أحسنت. طب في كمان كلمة أو اسم، أقولكم مين؟ شوفوا راح أعملها زي روز، زينة. إذن زينة وروز، يوجد أول الكلمة في زينة حرف الإز وآخر الاسم روز فيها إز، برافو يا روز وزينة. التنين اليوم راح أخليهم معنا هون مشاركين بحرفنا لأنه التنتين أسمائهم يحتوي على حرف الإز، خليهم هون، يلا يا روز وزنزون. روز، زينة، خبز، ماعز، شفتوا؟ أرز، زر، بتعرفوا الزر اللي بيكون على القميص من هون؟ برضو يا مس فيه حرف الإز. طيب يا ميرا مالك؟ أنت وعز إيش فيه؟ أنتوا ضليتوا أنتوا التنين ما حكيتوا؟ عادي بتحكوا، أقولكم شو بتحكوا لي؟ بتعلموني طريقة كتابة حرف الإز. يلا يا حلوين نتعلم أنا وياكم طريقة كتابة حرف الإز زي ما قال زيد وزينب بالقصة، أكيد أنتوا بتفطروا لهيك يا مس، عقلكم ضلوا شغال ونشيطين وشطورين. يلا يا ميرا وعز الدين، عز أيضا يوجد في حرف الإز، خلينا نشيل الصور ونتذكر أو نتعلم طريقة كتابة حرف الإز، مع إنه إحنا بنعرف نكتبه لأنه أخ إيش يا مس؟ أخذنا حرف الإر وهو أخذ حرف الإر، صح؟ يلا يا حلوين، إيش أول إشي بنعمل يا عز الدين؟ برافو، نعمل السطر، اجلس هنا، خلينا نعمل السطر. شو بنعمل يا ميرا؟ برافو، نقطة، خلي عز وميرا معي، يلا خلينا نكتب
هاي النقطة. قلنا حرف الإز مثل حرف الإر بتسحسل السحسلة هيك، صح؟ يلا خلينا نعمل خط مستقيم على السطر هيك، بعدين نعمل سحسلة نص هيك وفوقها نقطة. كمان مرة خط مستقيم للسطر ثم خط منحني للأسفل ثم نقطة. كمان مرة خط مستقيم ثم خط منحني ثم نقطة. إز خط مستقيم ثم خط منحني ثم نقطة. إز شفتوا قد ايه سهل؟ إز. هسه الدين بدي أسألك، لو شلت حرف لو شلت النقطة شو بصير الحرف يا عز؟ أحسنت، بصير إر. ميرا لو رجعنا النقطة إيش بتصير يا ميرا؟ أحسنتي، إز. إذن إز إر. شوفوا يا مس، شوفوا كتير كتير منيح، انتبهوا. هاي حرف الإز فوقه نقطة، لو شلت النقطة شو بصير عندنا الحرف؟ إر. الرمان متذكرينه؟ إر البرن الجرس. لما أنا أشيل إيدي وترجع النقطة شو بتصير؟ إز. الإز الزنانة، لوك 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 لوك، بتحكي كتير إز. إذن لما بشيل النقطة بصير حرف الإر، لما برجع النقطة بصير حرف الإز. يا عيني يا عيني يا حلوين، شو رأيكم أنا وياكم هلأ نزين حرف الإز؟ تعال أول إشي خلينا نمسح اللوح. عادي خلي زينة ورز، خلينا مبسوطين فيها، لأنه إيش؟ التنين شو مالهم؟ بسموهم حرف الإز. وعز الدين، أوكي هذا، تعال يا عز الدين، بدنا كمان نحط عز الدين. هاي عز الدين، يا عيني أسمائهم تحتوي على حرف الإز. خليني أنا وياكم نزين حرف الإز. شو بنحتاج؟ بس خليني أول شي نجهز الطاولة اللي دائما بنزين عليها. واضحة يا مس؟ ولا أجيبها كمان لهون؟ لا رح أعليها كمان، أقربها. يا عيني حرف الإز، ها هو حرف الإز. يلا يا مس شوفوا كتير منيح حرف الإز. بحتاج لحرف الإز على ورقة، طبعا ماما بتكتب لنا إياه على الورقة مشان إحنا شو نعمل؟ نزين حرف الإز. شو بنحتاج؟ وإحنا قلنا للأرز، وأنا لونت الأرز بلون زهري وأزرق. ليش لونت الزهري والأزرق؟ لأنه زهري في حرف الإز، أزرق في حرف الإز، والصحن جبته كمان زهري لأنه بيحكي عن حرفنا إز. ها هو الأرز يامس، زهري وأزرق. وبنحتاج أكيد لللاصق. هلأ يامس شو رح نعمل؟ راح أخلي اللاصق كله جوا الفراغ. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يامس بالمطبخ زي دائما مثل عز الدين، كتير شاطر عز الدين لأنه بيعمل نشاطاته بالمطبخ. خلينا أشيل بلفر شاي، أوزع اللاصق يا حلوين. ما بدنا نوسخ لماما عشان ما تزعل منا، لأنه حرام بتتعب، يعني هي بتطبخ لنا وبتدرسنا وبتغسل لنا، حرام نضلنا نوسخ نوسخ، صح؟ برافو عليكم كيجي. ولو وسخنا احنا بنتعاون مع ماما وبننظف اللي وسخنا. هي هيك يا مس وزعنا اللاصق على حرف الار. هلا شو رح نعمل؟ شو رح اعمل هلا يا مس؟ راح اوزع الارز. بسم الله الرحمن الرحيم، تعودنا احنا كيف بننثر الأرز على اللاصق.
مش حاسه اليوم مش واضح حرف الاس كتير هيك واضح. يلا واو. طبعا انا يا مس اللي بنزل برجع ايش ما بكتبه برجع بلمه هيك بجيبه مشان استفيد منه. هنا في حرف ال راح اضع النقطة برضو راح احط سمغ على النقطة او لاصق الموجود عندكم يا مس كله بيزبط. يلا راح امليه راح اوزعه وما ننسى النقطة. هيك زي النقطة سحلة الورقة عادي هيك زينا حرف الاس عادي يا مس مش مشكلة اليوم ابصر ايش فيه. حرف الاس هيو مزين بالارز شوفوا هيو ارز ازرق وزهري انا تعمدت بهدول اللونين لانه يا مس فيهم حرف الاس. ان شاء الله يا رب تكونوا جربتوا طريقة التزيين هاي كتير حلوة لونه الارز وزينوا فيه كتير حلوة. بالبيت بتعملوا لي اياه بالارز ما بدي بشيء ثاني اي شيء في حرف الاس بصير بالازرار بتعرفوا الازرار بتكون على الجاكيت وعلى القميص بصير كمان تزينوه بالازرار. خلينا هلا انا وياكم نسمع نشيد حرف الاس. يلا بس مستعدون يلا واحد اثنين هوب زي ما تعودنا دائما في الضم يلا بالمدير في صف الزرازير. زرازير مزارع زرزور كلهم هدول يا مس كلمات تحتوي على حرف الاس بالنشيد. طبعا ان شاء الله يا مس تكونوا استمتعتوا معي بالحصة. لا تنسوا تزينوا لي حرف الاس بالارز تبعتوه بفيديو تحت التعليق بالتعليق تحت الفيديو اللي على الادمود يا مس راح نزله اليوم لحصتنا. اوكي راح اشتاق لكم لوقتها ان شاء الله. بشوفكم فيديو تاني. باي باي.